لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله. الجيوش الإلكترونية بيادق بلا بنادق. قبل كان الجندي هو اللي يحمل سلاح ويقاتل بالجبهة ويدافع عن الوطن. اليوم كل شيء تغير، ممكن أني وأنت نكون جنود وإحنا قاعدين ببيوتنا، مو شرط ندافع عن الوطن، يمكن نهاجم الوطن أو أبناء الوطن وندافع عن دول ثانية أو حتى مفاهيم خاصة. سلاحنا هو الكيبورد فقط. حروب مواقع التواصل مفتوحة الجبهات بلا ضوابط ولا خنادق ولا جبهات. الكل ممكن يحارب الكل، والناس مجبرة أحياناً تشاهد الأخبار المفبركة والمنشورات المزيفة والطعن بالآخرين. مرات يحصل العكس، منشورات تروج لأشخاص وصورني وأنا ما أدري. هذا اللي صير فعلاً تقوم به الجيوش الإلكترونية، لو هي مجرد هوايات لأشخاص ونشطاء. وش قد قدر الإعلام الإلكتروني يسحب البساط من تحت الإعلام التقليدي؟ وإذا الإعلام الإلكتروني اليوم هو إعلام قائم بحد ذاته، فوين ضوابطه وين عقوباته وأحكامه؟ وش قد تأثرنا كأشخاص ومجتمع بالإعلام ومفهوم الطشة؟ هاي التساؤلات راح نتناولها مع ضيوف حلقة اليوم، كل من الأستاذ هادي جلو مرعي رئيس مرصد الحريات الصحفية، أهلا ومرحبا بحضرتك، وأيضا الإعلامي والمدون والناشط حامد السيد، حياكم الله. تفضل أستاذ. أهلا وسهلا، حياك الله. يا رب. شلون الصحة؟ هذا هو السؤال الأهم اللي يطرح عليه. عايشين بالصدفة، عايشين على كورونا. مساكم الله بالخير. الله بالخير ستام والعافية. نبدأ معك أستاذ هادي، يعني السؤال البديهي اللي يطرح في بادئ الأمر، فعلا أكو جيوش إلكترونية اليوم تسوي حروب وتترصد ناس وتصيب ناس، أم الوضع شوية مهول؟ هو بما أنه أكو حروب إلكترونية صح؟ فأكيد أكو جيوش. إذن أكو جيوش إلكترونية. الحروب لا يمكن أن تدار إلا من خلال الجيوش، والجيوش بحاجة إلى قادة. يعني أقرب لك، طبعاً أنا فرحان إنه حامد اليوم ويانا، أنا أخويا وحبيبي. أنا مسرور. إحنا سعيدين اليوم. سنوات إحنا نشتغل سوق المناسبة، وهم ما شايفين إيش صار هواية. بس بالتلفزيون شوفت. حياك الله. اي فالله يحفظك. فطالما انه هنالك حروب الكترونيه، استطيع ان اشبه ذلك بمدار المجتمع وسلوك المجتمع العام. يعني هنالك من يعمل في هذه الجيوش الالكترونيه وفقا لمعادله الصراع السياسي، وفقا لمعادله الصراع الديني، صراع المجتمع احيانا، حتى الفنانين واللاعبين، لاعبي كره القدم، الصحفيين، فئات اجتماعيه مختلفه يحتاجون الى الدفاع والهجوم في قضيه الجيوش الالكترونيه. هناك من يعمل في هذه الجيوش الإلكترونية برغبة وبأجور وربما يدير صفحات، هناك من يعمل وفقا لقناعات و خلينا نقف عند هذه النقطة. إذا الكل اليوم معرض؟ لا، بل الكل يعمل وليس معرض. معرض ذكرت انه فنانين، سياسيين، ربما اناس عاديين، اعلاميين، احنا ايضا تأثرنا كثيرا. طيب كيف تدار؟ تدار بطرق احيانا وفي الغالب طرق علمية، لانه اصبحت مؤثره، وطالما انها مؤثره يعني انت حضرتك الان تقدمين برنامج، وبالتالي هذا البرنامج بحاجه الى جذب الجمهور، الى ضيوف جيدين، الى استوديو ملائم، الى اضاءه ملائمه، بالتالي هذا يستدعي ان يكون هنالك خبراء ومهندسون واناس يديرون اللعبه بطريقه جيده. يعني اكو خبراء خلف هذه الجيوش طبعا. الخبره احيانا تكون متوفره نتيجه العمل المتواصل خلال سنوات طويله، خبرات في الكتابه، خبرات في التقنيات الالكترونيه، خبرات في تحرير الاخبار، في تركيب الصورة، في استخدام الصورة، يعني هذا كله يؤدي إلى نتائج متباينة وفقا لطبيعة هذه الجيوش، قدراتها، الأموال التي تصرف عليها. الآن كثير من الناس يتحدثون عن الجيوش الإلكترونية وهم جزء من هذه الجيوش الإلكترونية، وأحيانا البعض يمارس دوره في الجيوش الإلكترونية، يعني لا أقصد أنه جزء من منظومة ربما تكون متوفرة، ولكن هو ليس بالضرورة يكون جزء من منظومة. مثلا أنا الآن أتحدث لك، لو أنني اتفقت مع جهة سياسية أو مع مسؤول كبير أو مع شخصية معينة ووفرت له دعما فيما يتعلق بعملي الصحفي عن طريق الـ يعني القدرات المحدودة. شنو نوع الدعم يعني؟ مثلا قد تكون هنالك ترويج لأخبار. وبالمناسبة قبل هذا كله، يعني أعتقد هذه نقطة مهمة جدا لازم نشارك بها ويا أستاذ حامد أيضا وحضرتك والجمهور المتابعين والمتخصصين، هل أن الجيوش الإلكترونية أمر مشروع أم غير مشروع؟ هل هو قانوني أم غير قانوني؟ هذا اللي جايين بي. أنا أعتقد أنه في ذلك تباين، إذا استخدمت بطريقة مخالفة للقانون فهي غير قانونية، ولكن إذا هذه الجيوش استخدمت بطريقة قانونية
بالتالي لا يمكن شلون تستخدم بطريقة مثلا قانونية. يعني أنا طالما أعمل مع حضرتك لما أعمل بطريقة للترويج لأفكارك لرؤاك لتصوراتك إذا كانت يعني بطريقة إيجابية هسه لا بأس لكن يكون اتفقنا ما منابر للسب والشتم والتهديد والوعيد والبغضاء ونشر الشعر عدا عن هذا بالمناسبة عدا عن هذا أكو موضوع أخطر وهو مدمر وهو الابتزاز هناك من يعمل بطريقة الابتزاز يعني بطريقة الحصول على الأموال بالمناسبة بالعراق أضعف فئة موجودة في العراق هي الفئة السياسية وأضعف فئة هي فئة المسؤولين في الدولة تشريعيين وتنفيذيين لأنه أغلب المبتزين يمارسون ابتزازهم مع هؤلاء يعني مجرد أنه يعطي إشارة أنه أكو تصورات معينة أكو طريقة هجوم معينة أكو فكرة معينة راح يمارسها ضد هذا الشخص تشوفيه استسلم وبعث بالوسطاء كيف يمكن أن نحل الموضوع ما الذي تريد وصارت قضايا كثيرة من هذا النوع بعضهم يدفع مئات الملايين من أجل أن مئات الملايين هسه من الدنانير مو من الدولارات مثلا يدفع في سبيل انه يسد قضيه ولذلك شوفين بعض المبتزين الان يمتلكون البيوت والسيارات يمتلكون اموال وارصده طيب حامد اليوم صارت مهنه هذه التفصيل ان اكون جندي بجيش الكتروني ربما تابع لجهه معينه لفلان او علان او حتى يمكن عبره الحدود اليوم صار اليوم الواقع الافتراضي اهم من الواقع الحقيقي احنا اليوم كاعلاميين انسحب البساط من تحت اقدامنا من تحت اقدام المؤسسات الاعلاميه اللي اليوم تمارس عملها بشكل مستمر لكن ربما بشكل تقليدي حدثنا عن هذه النقطه شكرا الختام حياك الله خلينا نتفق بالبدايه على انه مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع مو افتراضيه هي مواقع واقعيه تعبر عن رغبات الناس وتنقل انطباعاتهم وبالتالي هذه القناعات التي تكتب في مواقع التواصل الاجتماعي هي تكتب من خلال عقل يدير هذا المحتوى فبالتالي كل ما ينشر في هذه المواقع هو ليس أبعد من الافتراض هو واقع هو يعبر عن إرادة ورغبة الكاتب أنا باعتقادي أن مواقع التواصل الاجتماعي علينا أن نفهم دورها يعني هي خلقت أو وجدت لكي تسهل التواصل بين الأفراد وتدمج المجتمعات في قرية صغيرة وتقلل عليهم أعباء أو تكلفة الاتصال المحتكر من قبل الشركات العالمية المعروفة في العراق تحول الأمر إلى يعني تحول معنى مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساحات أخرى يعني مساحة للاستثمار السياسي وحتى الإعلامي وبالتالي مواقع التواصل الاجتماعي اليوم عالميا تمثل حقيقة رئة الإعلام والصحافة خلنا نتفق على ذلك يعني اليوم مسائل صحفية حقيقة تمتلك جمهور أوسع من قنواتنا الفضائية مع احترامي لمكانة ومواقع هذه المؤسسات أنت التي كإعلام اليوم مساحتك نعم. أكبر بوسائل التواصل كلمتك أكيد. تشوفها مسموعة أكيد. أكثر أكيد. مدى انتشارك يكون أوسع لولا مواقع التواصل الاجتماعي لا قيمة للمحطات وخطاب المحطات والفضائيات محطات التلفزة والإذاعة والوكالات المواقع أنا أتحدث عن مواقع الأنباء الويب سايت اللي هي احنا نسميها المواقع الإخبارية مواقع نقل المعلومة الإلكترونية تحولت إلى رقم صفر في معادلة الفيسبوك يعني فيسبوك أصبح مثلا اليوم الرقم الأول أو الواتساب مثلا جروباته تحول في مقدمة الوسائل المطلوبة لنقل المعلومة والحصول على المعلومة هذا أيضا سؤال هذه نتيجة الحداثة والتطور الحاصل أم الطرح أبداً. الكلاسيكي هو من أبعد الناس اليوم أبداً. عن مشاهدة التلفاز أبدا التقدم التكنولوجي هو الذي كان المسبب الأساس الموبايل أصبح هو الشاشة التي ترافقنا باستمرار وهو المحطة الأولى التي بإمكاننا أن نتابع من خلالها الخبر نتابع من خلالها المعلومة نتابع من خلالها البرنامج حضرتش الآن أعتقد يبث هذا البرنامج على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة اللايف لا أريد أن أقلل حقيقة من قيمة هذا البرنامج لكن لنكون واقعيين من يشاهد الآن شاشة الشرقية بشكل مباشر ولو أجرينا إحصائية حقيقة موضوعية لو وجدنا أن عدد المشاهدين للبرنامج الآن على منصات التواصل الاجتماعي يفوق عدد المشاهدين الذين يجلسون أمام الشاشة بشكل مباشر هذا شيء أكد لنا على أن الرغبة باقتناء الأجهزة التي تختزل الوصول للمعلومة أصبحت متقدمة وخصوصا بين جيل من الشباب هؤلاء يعني هذه الشريحة من المجتمع سواء كان في العراق أو في أي بلد من البلدان قضية الجيوش الإلكترونية هسه راح نأتي إلها حقيقة تباعا
لكن فقط أود أن أوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت هي المواقع الأولى في احتكار وسائل الوصول للمعلومة ونقل المعلومة. ربما يختلف أو يتفق أستاذ هادي، بس أعتقد راح يتفق وياي. لذلك تجدين أغلب الصحف الرصينة والمتقدمة انتقلت من الإصدار الورقي إلى الإصدار الإلكتروني، وحتى إصدارها الإلكتروني أخفقت وفشلت فيه ولجأت إلى الإصدار الرقمي عبر الفيسبوك أو الاشتراك عبر القنوات التليجرام وما إلى ذلك. ولدينا أسماء كبيرة من هذه الصحف، أمثلة عديدة، يعني الصحف اللبنانية اللي أقفلت أبوابها بوجه الصحفيين الكتاب الذين يكتبون مقالاتهم بأيديهم. الآن هذه الصحف حقيقة تستقبل المقال الإلكتروني المنضد والمصحح من الكاتب لكي لا يكلفها أعباء التصحيح ولا يكلفها أعباء المكان وحتى أعباء المال يعني. وبالتالي لجأت إلى احتكار وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدام أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل نقل المعلومة الذي يعتبر التي تعتبر هو الرصيد الأول في إيصالها للمتلقي. إذا عندي وقت أتحدث عن حالة العراق فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي وتسمحي لي. مواقع التواصل الاجتماعي هي أصبحت مساحة ليست للصحفيين فقط. يعني أنا مؤمن أنه اليوم إذا أغلقت أبوابها بوجهي مثلا قناة آسيا اللي أعمل بها الآن أو أي مؤسسة إعلامية، بإمكاني أن أستخدم الموبايل وأختزل كمؤسسة لصناعة محتوى إعلامي. تشوف اليوم المنصات الإلكترونية، برنامج الدحيح مثلا، هذا البرنامج اللي توقف قبل فترة قليلة وهو يستخدم منصة اليوتيوب، وكان عدد مشاهدين للبرنامج يفوق 4 مليون مشاهد في الأسبوع. طرحت شيء مهم حامد، احنا اليوم كشعب عراقي كيف نتعامل مع هذه المنصات؟ كيف نفهم مواقع التواصل الاجتماعي؟ مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت هي فرصه للسياسيين وليست للصحفيين ايضا. وانا باعتقادي ان من كرس مفاهيم استغلال الوسائل وسائل الاتصال الرقمي استغلالها السياسيين هي الحكومات المتعاقبة بعد عام 2008. بعد 2008 كانت الحكومة في تلك المرحلة تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لضرب الخصوم السياسيين، وكانت الحكومات في تلك المرحلة، لا أقول لا أعني حكومة بذاتها بمفردها حتى لا يكون تلميح أبلغ من التصريح ويفهم أنه تعدي وتجاسر على فترة من الفترات السياسية، كانت تستخدم منصات التواصل الاجتماعي أولا لتزوير الوقائع، تنشر فيها كتب مزيفة وأفلام مفبركة. وبما أنه مواقع التواصل الاجتماعي مساحتها، أقصد مساحة الجمهور والمتلقي، هو غير محصور بإدراك عقلي محدود وبعمر محدد وبمفاهيم وبتحصيل علمي وبخبرة فيما يتعلق بتمحيص وتدقيق المعلومة، كل الأفراد موجودين في هذه المواقع، فبالتالي هذا يسهل على الخصم السياسي أن يبث من خلال هذه المواقع الاجتماعية خطابه المزيف الغير حقيقي، ويبث أيضا معركته، ينقل معركته من الواقع السياسي ومن المواجهة المباشرة مع أطراف هو يعتقد أنها تشكل خصومة دائمة له أو معارضة لنهجه، إلى مواقع التواصل لكي يزيد من الفجوة بين الخصم وبين الجمهور. بالتالي أنا أعتقد المسؤولية الأولى التي تقع على من استخدم المواقع كساحة للحرب الإلكترونية هي تقع على الحكومات وعلى الأحزاب التي تسلطت بعد عام 2008، استخدمت موقع فيسبوك، تويتر وغير مواقع استخدمتها منابر للتزييف وللتزويق وايضا للتطبيل والتهريج. خلينا نشوف كيف استخدمتها. يعني سيد هادي، اليوم مثل ما ذكرت الموضوع يحتاج الى خبرات، يحتاج الى تدريب، الى دراسة، استهدف من، اتحدث باي طريقة، بالنهاية تحتاج هذه الى اموال. يعني حتى الشخص اللي تجيبه انت يمتهن، هسه مرة واحد عنده عقيدة بهؤلاء هو تابع لجهة معينة ممكن يعمل متطوع، لكن شخص آخر يريد يسترزق ممكن أنت تكسبه من خلال المال. شلون تدار هذه العملية؟ كم من الأموال تصرف؟ أموال طائلة بالتأكيد. عندك جيش إلكتروني؟ سؤال مفروض. عندك خبرة؟ طبعاً. إيه 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 خبرة. إحنا كليتنا لا إحنا كليتنا جزء من الحرب الإلكترونية وكليتنا جزء من الجيش الإلكترونية.
نحن نتحدث إلى الملأ، ولكن الملأ لا يعرف ما هي أسرارنا. لا يعرف بمن نتصل وبمن نتعامل. مو يعني التظاهرات الأخيرة في العراق كانت عبارة عن حرب، والبعض جنى ثمار هذه الحرب، سواء الذي انتفع من التظاهرات وصعد على دماء الشهداء التي أريقت والذين ذهبوا إلى صحراء النجف ودفنوا فيها، وبعضهم جاء إلى الخضراء باسم هؤلاء الشهداء. وهنالك جهات رافضة للتظاهرات حاولت تشويه التظاهرات ورمت المتظاهرين بأقلع الأوصاف وأشنعها واتهمتهم بمسميات وبتوصيفات يعني ما أنزل الله بها من سلطان، وبالتالي هذه الحروب تحتاج إلى أموال طائلة. بعد عام 2003 وعندما فتحت خزائن العراق وكانت هنالك مليارات من الدولارات متوفرة لجهات سياسية ومتنفذة، وكان هنالك مال سائب، وكان هنالك قدرات على توظيف هذه الأموال، وكانت هنالك قوى سياسية وأحزاب وشخصيات نافذة استطاعت أن تحصل على ملايين من الدولارات، وبعضها حصل على مليارات من الدولارات، تمكنت من أن تفرض حضورها وأجنداتها وأن توظف ما متاح من تقنيات. بالمناسبة هو هؤلاء لم يأتوا ويبتكروا، لا السياسة ولا الصحفيين ولا الذين عملوا على هذا الاتجاه، سواء كانوا من الناس التقنيين، طبعا نمتلك خبرات، و يعني الآن البعض في بغداد مثلا وفي المحافظات يتباهى ويتفاخر أنه يسمي نفسه هكر المحافظة الفلانية أو فلان الهكري أو اللي يهكر مواقع، أو اللي البعض يقول والله أنا تجيني عروض من وزارات في الدولة، لأنه صار مصطلح مقبول وعايشنا معه بشكل جيد. هو مقبول، مقبول فعلا، مقبول مقبول لأنه أصبح جزء من حالة الواقع العراقي، وهو جزء من مجموعة أدوات وعناصر حرب واسعة وممتدة وستستمر لسنوات ولسنوات ولسنوات، بل هي جزء من الثقافة العامة وستتطور وفقا للتغيير. شلون هسه أستاذ حامد كان يتحدث عن الصحافة لما تأثرت بالتقنيات الحديثة وبدأت ما تباع الصحافة الورقية والكاتب ما يستطيع وصل مقالته للمنضد والمصحح ويضطر أن يبعثها عبر التقنيات الحديثة ويستخدم التقنيات في كتابتها وتنظيمها وتصحيحها، والصحف في مختلف أنحاء العالم تباع في بعض الأحيان يعني في مع هدايا في أمريكا. يعني أنا جربت هذا، رحنا لأمريكا مرة كانوا يعطونا هدايا للصحف حتى الكتاب الورقي كوبون، يعني أكو كوبونات يعني الصحف متقدمة الآن في العراق. ربما بعض الاستخدامات بدائية متخلفة تبعا لطبيعة الحاجة والاستعجال وعدم توفر خبرة، لا أقول أننا نضاهي في هذه الحروب وفي هذه الاستخدامات ما لدى دول العالم وما لدى دول متقدمة أخرى وحتى دول غير متقدمة، ربما دول متخلفة محيطة بنا تستخدمها، لكن تستخدمها بطريقة أكثر ابتكارا منا، ربما أيضا تجربتها أوسع من تجربة العالم. كل شيء هو بسلاح ذو حدين طبعا، هذا مهمنا، لكن حكينا أنه اليوم السياسيين هم أول من لا نهتم لهذه أول من استخدم هذه ولا الطريقة ولا يهتم. طيب هل هو إفلاس على أرض الواقع؟ لا حيث أنا اللي جئت إلى المشابهات الافتراضية. لا لا, 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 لا هو وإنما شوفي، هو لما كان واحد يستخدم قبل مئات أو آلاف من السنين يستخدم الحمار للوصول إلى مكان زين، في مستوى آخر بعد سنوات بدأ يستخدم العربة لجرها الأحصنة، بعد ذلك اتطور وبدأ يستخدم السيارة المبتكرة حديثا قبل 150 أو 200 سنة صح؟ زين. وبعدين بدأ يستخدم السيارات الحديثة والطائرات وسائل النقل المتطورة، فهذه تقنيات يواكبها الناس، يحاولون يتماهون معها، يحاولون يستخدموها بطريقتهم. هذا الموضوع يتعلق باهتمام الناس بوسائل التواصل الاجتماعي، احيانا السياسي او الحزب او الجهه المعينه، ومو فقط احزاب وسياسيين، لا 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 صح، رياضيين صاروا جميع فنانين رياضيين مجموعات دينيه عشائر يعني عشائر ينتقل الى فيسبوك يعني الان حروب العشائر حروب افتراضيه، يعني هو البوبجي نفسه شكل من اشكال هذه الحرب، يعني يعطي ثقافات انه تجين على طفل ببيتك عمره 5 سنوات تلقيه داخل معركه ويا مجموعه اتراك وقاتل 3 أتراك وتركي طاب على جيرانه وقاتل صديقه من عمته محمد قاتل مراد على مدار يمكن هذا سيد هادي جرنا الى سؤال حامد احيانا. لا بس قبل أن تنتقلي للسؤال عفوا انا يعني اسمحي لي ان اتطفل على وظيفتي. حامد صديقي في اليوم قاطعني بكير يعني لا سؤال ما تجيبي هي سئلت عن لماذا السياسي لجأ الى مواقع التواصل الاجتماعي. سيد هادي قال غير افلاس، هو تماشيا مع ما يحدث حاليا، هو لاسباب عده. اولا السياسي أصبح حقيقة بخيل، وصل إلى مرحلة من البخل
لا يستطيع أن يفتح خزانته إلى فتح فضائية لتعبر عن خطابه. فضائية مكلفة يعني. بس هواي فضائيات. لا مو كلها للأحزاب. هي كلها تقصد إفلاس مو... لا هي سئلت عن إفلاس، إفلاس سياسي ولا إفلاس مادي؟ لا أقصد الإفلاس، لا لا الإفلاس الواقعي على صعيد تقديم الخدمة وانتجتها هذه الجهات السياسية. بالعكس هو يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، هذا في هذا في قم في في ذروة التأثير، هذا ما مفلس، هذا يمتلك تأثير. لذلك احنا اليوم نجحت بعض الجهات السياسية اليوم بتصدير خطاب بالحصول على بعض المصالح او المغانم. طبعا طبعا طبعا. لذلك هو انا ارجع الى نقطة أساسية في الموضوع، مواقع التواصل الاجتماعي اعتقد كل مواطن اصبح خبير فيها، لا يمكن لي ان يعني ان ادعي بانني الشخص الرقمي القادر على تحليل خطاب السياسي المزيف والخطاب السياسي الحقيقي والخطاب الديني المزيف عن الخطاب. شلون انا اليوم كمواطن حامد لو تسمح لي اجي اميز بين الخطاب المعتدل الحقيقي بين الحملات؟ اليوم تعرف اكو سباق هاشتاجات بتويتر وغير تويتر انه اكو جبهه واكو جبهه مضاده ومن يصعد اكثر ومن يكون هو الترند بالنهايه. شلون انا كمواطن اميز بين الحملات الحقيقيه الوطنيه اللي ما تابع لا لفلان ولا علان، واميز بين الامور المشبوهه يعني كمن يلس السم بالعسل؟ يعني كل يعني اغلب الشباب اللي موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي حقيقه اصبحوا قادرين على فرز المحتوى. الجميع قادر على ان يفرز أغلبهم المحتوى. اغلبهم اغلبهم. لذلك مثلا انشاء منصه ما اعرف نسيتها، اكو منصه معنيه باظهار المعلومه الحقيقيه من المعلومه المزيفه في مواقع التواصل الاجتماعي، وينتظرها عدد كبير من المتلقين في الفيسبوك أن تؤكد أو تنفي هذه المنصة، موقع شهير حقيقة. تقنية من أجل السلام. تقنية من أجل السلام، أحسنتي. هذا ما إجى من فراغ، يعني هذا إجى من رغبة مجموعة من الشباب هم قادرين على أن يكونون يعني فلتر للمعلومة ويوظفون طاقتهم في فلترة الأخبار والأنباء والقصص والوقاع في مواقع التواصل الاجتماعي لكي يفرزوها للمتلقي. لكن المتلقي هو قبل أن ينتظر من يعني قبل أن ينتظر تدقيق المعلومة من قبل هذا الموقع أو غيره هو أصبح حصيف. أضرب لك مثل مثلاً من دلالات الجيوش، من دلالات الجيوش بسطاء اليوم أي إشاعة أي خبر مفبرك تصدق به مباشرة. بس الخطاب الطائفي النبذ في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا التطور كبير بالنسبة للمتلقي في مواقع الفيسبوك. يعني رافقت وفاة الراحل الأسطورة أحمد راضي كتابات تحريضية، ورغم أنها كانت بنفس طائفي لا أتفق أنها بنفس سياسي، لا أتفق بأنها كانت تحمل نفس طائفي. نعم. النفس السياسي الذي كان يوظف هذا الكاتب وذاك الكاتب هو الذي دفعهم لانتقاد أو اختيار توقيت وفاة الراحل أحمد راضي والتوهين مكانته بين المجتمع. لذلك شفت الهبة الكبيرة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الكبار والصغار والشباب لرفض هذا الخطاب ونهجه. وبالتالي هذه حملة كانت قبل أن تكون منظمة، هي حملة. هم أيضا خلينا نفرق بين الحملات الموجودة في مواقع الفيسبوك أو تويتر وبين التجيش الإلكتروني. التجيش أو تثوير الشارع. نعم. الحملة هي مثلا حملة عفوية تنطلق من مجموعة من الأشخاص اللي مؤمنين بضرورة إنقاذ موقف أو إحياء موقف محدد مثلا، لذلك تتحول رغبتهم إلى حملات. التجيش يختلف، التجيش هو يحمل بصمة واضحة، الهاشتاج مالتهم يكون موحد، اللغة تكون مقاربة من مدون إلى مدون. يعني مثلا تجدين يعني ممكن أنه نفس البوست أو التغريدة توزع على هؤلاء. أي تتوزع على هؤلاء 100 بوست، تتوزع على هؤلاء، تتوزع على البيجات. بس أحيانا تكون من مهام حامد السيد أن ينشر مضمون البوست بس بلغة مختلفة. لذلك أصبح شنو حامد؟ أصبح جندي إلكتروني من هذه المجاميع أو من هذه الجيوش، لكن هو تعامل مع المتلقي بذكاء حتى يخفي ملامحه بأنه يكون جزء من هذه المعركة الإلكترونية. لذلك تجدين هذا أسلوب بعض الإعلاميين يختلف خطابهم نوعا ما بالمضمون بالمفردات. أكو إعلاميين انضموا لهذه الجيوش خير حامد. يقودون جيوش، يمارسون عملهم بمنصات إعلامية تلفزيونات، يقودون جيوش. شلون شخص يقود مؤسسة إعلامية؟ هؤلاء يقودون جيوش يعني، وجيوشهم شرسة للغاية يعني. بإمكانها أن توهن وتضعف وتسقط وأن
أن تقاضون أموال حسب معرفتك على هذا العمل؟ والله يعني وتقاضون مناصب؟ أنا ما مارس المهنة بس لا أرض عليك حامد بصراحة. والله خير أن الله عرضت عليك صراحة. شنو أقوى عرض؟ ها؟ أقوى عرض انطرح لك؟ يعني جهة سياسية ما أريد أذكر اسمها حقيقة اعتبرت خطابي مثلا في فترة من الفترات هو يناغمها زين ويتساوى مع نهجها ومع خطاب رمزها. فيا بلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا المضمون اللي تكتبه بدل ما تكتبه بدون مقابل أريدك تستمر عليه، ومقابل هذا المنشور يعني أو هذا الخطاب اللي يتحفز به الناس من أجل التقرب منا ومن نهجنا ومن خطابنا ومن زعامتنا، ضربتك بعصا $2,000 بالشهر بهالمنطق يعني زينات. شنو اللي منعك من الرفض ما دام الخطاب متناغم مع ما يطلبه الضمير منك؟ أولا العقل النسبي ختام. أنا خطابي حقيقة اليوم أتحدث وياش ربما أمتلك موقف معارض لموقف نعاصرة، في المستقبل ربما يكون هذا الموقف حقيقة مختلف يعني. لذلك احتكار عقلي من قبل مجموعة سيجعل خطابي حقيقة تابع وخاضع، وبالتالي أنا عقلي عمل غير إنساني بالنهاية. لا مو غير إنساني فقط أبدا، هو بالنهاية احتلال للبدن وللعقل. وأنا أصنف الجيش الإلكتروني أو الجند الإلكتروني الذي يوهب عقله لمنظومة سياسية مقابل ثمن أصبح عقله مسلوب الإرادة وغير قادر على التفكير، وعليه أن يراجع طبيب نفسي لتحرير عقله من هذه القوى السياسية. هذه مشكلة سيد هادي. يعني ذكرت قبل قليل موضوعة البوب جي يمكن والألعاب اللي تحرض على العنف بطريقة وأخرى يزعلون من أدنى هسه الشباب. تعرف البوب جي؟ ما لعب جيد حال ما يلعب. ذكرت أنه عراقي يقاتل تركي بهذه اللعبة وإلى آخره. هذا جرنا لسؤال يمكن ردت أطرحه قبل قليل على حامد، يمكن رحنا لمساحة أخرى. اليوم نشوف أكو عراقي بمسمى بعشيرته بصورته بانتمائه بسكنه يدافع عن دول أخرى ربما بآخر العالم يدافع، خلي من نذكر مسميات خطوط عريضة. طيب أنت كيف تهاجم شخص من أبناء بلدك عراقي أيضا يحمل نفس هويتك من أجل دولة أخرى؟ هذا أيضا مدفوع الثمن له، هذا يعتمد على موضوعة العقيدة سيد هادي بصراحة. أستخدم عبارة أحبها يعني خلال هذه الفترة، أسمي العراق الدولة المؤجلة. العراق حتى الآن هو ليس دولة. العراق حتى اللحظة هو ليس دولة، وإنما بعد سقوط نظام صدام حسين اللي هو كان نظام شمولي تختلف فيه الآراء والتوجهات، وجزء مما يجري الآن هو انعكاس لما جرى في عهد صدام حسين أو نتاج موقف من حكم صدام حسين. لكن بعد عام 2003 مع وجود القوات الأمريكية والاحتلال الأمريكي المباشر للعراق ودخول دول الجوار العراقي بشكل مباشر، الجمهورية الإسلامية في إيران، المملكة العربية السعودية، جمهورية تركيا، الكويت، قطر، الأردن، سوريا، هذه الدول القريبة على الأقل أو التي في محاذاة العراق وفقا لمعادلة حتى السفارة الأمريكية وأبناء السفارة. لا احنا قلنا هو احتلال يعني أمريكا طيناها بتصنيف الاحتلال ووصف الاحتلال أنها دولة محتلة. هذه الدول كل منها تريد أن تحافظ على مكاسب، تريد أن تؤمن جبهتها الداخلية أو حدودها من أي تغيير في المنطقة، تخطط لمستقبل يعني مختلف مثل ما يجري الآن. بعض الدول بدأت تتعامل مع أمريكا على أنه الرجل المريض. يعني الآن إيران وتركيا يتعاملون مع أمريكا على أنه الرجل المريض ويريدون أن يتوارثوا ممتلكات أمريكا ومخلفات أمريكا في المنطقة، وبالتالي الآن هناك نوع من التحالف الثلاثي بين تركيا وإيران وقطر لتقاسم النفوذ في العراق، في البحرين، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في البحرين. الآن تركيا تدخل على الخط اليمني بشكل قوي جدا، وهناك تحالف أصبح غرب ليبيا عن شرق ليبيا. الفكرة الأساسية في الموضوع أن هذه الدول التي دخلت على المعادلة العراقية بعد عام 2003 جعلت من الشارع العراقي والشعب العراقي تحت الضغط، الضغط السياسي والضغط الطائفي والضغط القومي. هناك جهات عديدة، يعني لما يطلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويقول أن الموصل مدينة تركية وهي تحت قلوبنا وهي جزء من عاطفتنا والكركوك كذلك، ويتحدث عن مناطق شاسعة أخرى ويصل إلى مصراطة في غرب ليبيا، هذا يجعل الناس
بمستوى المستويات مع هذا الاستلاب، مع هذا الضعف الثقافي، مع ربما تقزيم الوطنية في داخل كل إنسان، وأيضا ضعف المواطن، ضعف الإنسان لما يحاول يحصل على وظيفة ويحصل على طعام وشراب وكرامة وما يجدها إلا عن طريق الانتماء الحزبي أو الانتماء الطائفي. أنتوا تعرفين لما سياسيين ما قدروا يوصلون في البدايات إلا عن طريق التمثيل الطائفي والمحاصصاتي، فكيف بالمواطن العادي الفقير اللي هو سياسي وكان يبحث عن نجاح وعن تحقيق مكتسبات سياسية وفي الانتخابات وفي إطار تقاسم السلطة، ما قدر يوصل إلا عن طريق أن يكون موالي لجهة يعني أو لدولة. يعني من كلامك في ظل عدم وجود دولة حقيقية لا اليوم، توجد دولة في العراق يعيش بها العراقي بأمان حياة حرة وكريمة، لجأ إلى أن يتبع بعض الجهات ودخل العامل الآخر هو عامل الولاء والعاطفة. يعني أنا مثلا أنا شعب عاطفي، هذا أوكي، أنا مواطن شيعي، أنا أعتقد أن عمقي الديني والتراثي واللي يحميني إيران مثلا، وأخشى من السعودية باعتبار هي دولة وتفكر أنه تدخل للعراق وتجعل العراق دولة وهابية والوهابية يسيطرون علينا ويحكموننا، وفي حين أنه أخشى من قطر أنها تدعم الأخوان وتركيا تدعم الأخوان، وبالتالي يحصل تنازع في الضمير، تنازع في الوجدان، تنازع في العقل، وتصل إلى مرحلة القناعة أنه القناعة تصبح جزء من 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 التكوين العقلي والوجداني للإنسان بأنه يدعم هذه الجهة ويدافع عن الخارج، ليس لأنه مجبر على ذلك بل لأنه أيضا مقتنع بذلك، لأنه مبرمج على هذه التفاصيل، مبرمج أو أن الواقع صنع منه إنسانا. يعني الواقع مع هذا التراكم من 2003 مثلا وحتى اللحظة على مدى 17 عام المواطن العراقي يصنع وأجيال جديدة صنعت، يعني أجيال تتوالى تتلى، بعضها يروح وبعضها يجي، وهذه الأجيال بدأت تفهم أن هذه اللعبة، ولا أتحدث فقط عن موضوع الطائفية، دعك من موضوع الطائفية، ولكن هو موضوع الانزياع. حتى لو احنا لما يتحدث واحد عن الطائفيه ممكن نشتمه، ممكن نكتب عليه ونقول اوه عيب عليك ما تستحي الطائفيه ميته، لكن في اعماق كثير من الناس موجوده الطائفيه، يعني موجوده بطريقه ما، يعني بطريقه في النهايه، في النهايه انت الان لما تصفرين نفسك انت مرتبطه بمنظومه ثقافيه، انت واني وحامد احنا مرتبطين بشكل او باخر، يعني ثقافتنا على الاقل الشخصيه عفتش من التاثير الديني او التاثير، بس مو بالضروره اصدرها للاخر، انت تبقى هذا امر يعني الانتماء الديني او ثقافه هذا وفق التفسير يعني علاقه ما بينك وما ما بين ربك، هذا وفق هذا وين هذا لما تتحدثين عن العلاقه مع الرب، ولكن العلاقه مع المصالح، العلاقه مع في اطار الصراعات تختلف الامور، حتى عليك عرض هذه التفاصيل، الخشيه تاتي اوقات ان هنالك ممكن طائفه بسيطه من الناس او فئه بسيطه من الناس تجير مجتمع كامل ليكون جزء من منظومته، تيجي مجموعه اشخاص يحملون السلاح ويحملون افكار عقائديه معينه ويقول لك هذا المجتمع كله مهدد وراح يباد نتيجه تزاحم طائفي او تزاحم عقائدي، اوكي، فالمجتمع كله فجاه بالعقل الجمعي يندفع بهذا الاتجاه، مثل ما يحصل في بعض التظاهرات، مثل ما حصل في أمريكا مثلا، واحد ممكن يدخل على متجر مال ملابس كل المتظاهرين ينسون فلويد ويروحون على المود ياخذون جنط مال نسوان وأحذية وياخذون عطور ومشروبات فاخرة. لذلك الفكرة الأساسية في الموضوع أن ليس كل ما يحدث هو نتيجة إكراه أو نتيجة حاجة، ولكن أيضا نتيجة قناعات، وبالتالي أنت ما تتداخل النوايا. شلون نغير هذه القناعات سيد؟ صعب جدا الآن في هذه المرحلة بالذات، خصوصا مع المنافذ المفتوحة اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، يعني فتحت الأبواب واسعة أمام كل من يريد أن يوصل طبعا فكرته. لأنه إحنا الآن بما أنه إحنا دولة مؤجلة وأنه هذه الدولة كل ما فيها من كيانات هي كيانات وقتية وشكلية تذهب باتجاه مرحلة أخرى، حتى اللي يجي يقول لك والله أنا ما بيدي شيء، يعني شلون اصير رئيس وزراء، يجوز من يطلع يقول لك والله انا ما بيدي شيء، انا اريد اوصلكم لمرحله الانتخابات، او كل رئيس وزراء يجي يفكر في كيفيه اداره الامور الى ان يرحل المشاكل، والبرلمان يريد يرحل المشاكل، وبالتالي احنا نبقى نلف وندور في ذات الحلقه اللي بدانا فيها بالبدايه، طالما انه المعسكرات الكبرى لم تتفق على شكل الدوله العراقيه وعلى مستقبل هذه الدوله ومع من تكون والى حساب اي معسكر، اوكي؟ شوفي يعني لما اليوم اقرا العرافه تقول سيكون هنالك دور كبير للسعودية في العراق نهاية عام 20. شوفي يعني حتى العرافين هم جزء من الجيوش الإلكترونية بالمناسبة. لما تقرأين تسمعين ليلى عبد اللطيف مو مثل ما تسمعين مايك فغالي، من تسمعين ميشيل حايك مو مثل ما تسمعين. تؤمن بهاي التفاصيل؟ لا أستمتع ولا أؤمن، أنا لا أؤمن بشيء، أنا أؤمن بالله فقط،
وبما يريده الله. أما هذه التفاصيل المعنى أنه اليوم كل جير من أجل المصالح السياسية على اعتبار السياسة تحكم العالم اليوم. تحكم العالم وبالتالي العالم كله. شوفي ترامب لما الكنيسة أعتقد ما أعرف شو اسمها اللي قبال البيت الأبيض تعرضت البعض بعض اليساريين والعلمانيين والليبراليين أجوا ضربوها بالحجار وأهانوها لأن قالوا ما هذا رمز ديني. ترامب حمل الإنجيل وقف باب الكنيسة مثل ما يجي واحد الآن مسلم يجوز يقف باب الجامع أو يشيل لافتة ويقول هاي كاتبة أو هذا مثقف وهذا واحد أهان شخصية دينية أو رمز ديني مسلم في هذا العالم وبالتالي لابد أن نرد. هكذا تحدث الأمور الآن. العالم يدار وفقا لسياسة المصالح وفي نفس الوقت سياسة القوة ومن هو المتنفذ ومن هو الذي يستطيع أن يصل قبل الآخر. طيب. لا شيء منفصل عن الآخر. حتى الطائفية تستخدم استخدام سياسي مرحلة ممكن. أوكي أنت لما تقول إحنا الآن ما عندنا وعي أو ما يعني اليوم الشعب ممكن يستخدم كأداة يستخدموش مرة أخرى كأداة لتحصيل بعض أوكي يستخدموش بأسلوب آخر. أنت الآن تكرهين الطائفية وبعد مليت من الطائفية وعشنا الطائفية يدخلون من منفذ آخر راح يدخلون من منفذ آخر يجوز يجوش بالعلمانية. شو هسه مثلا قنوات هي ترتبط بمفاهيم دينية بس لكن قامت تعرض أشياء إحنا ما نقبل ابنية إذا ما مطلع شعرها وشرط لازم شعرها مصبوغ وردي او واحد يقول والله ريتها برغندي حلو يعني مثل هذا الشطرنج حتى ما تكون السياسه مباشره اي وهي طيب. بينما هي تدعو الى طائفه ولا قوم طيب يعني. حامد اليوم احنا الاعلاميين ما كنا بعيدين عن هذه الفوضى خلينا نقول افتراضيه على اعتبار هي تؤثر بشكل كبير اليوم على واقعنا. كثير من الاعلاميين هددوا ابتزوا تعرضوا لحملات تسقيط كبيره بس احنا متفقين انه بعض الاعلاميين يمكن ذهبوا لمساحه التجنيد وصاروا خلينا نقول بيادق ابواق سميهم ما شئت يعني. لكن الجزم الحديث بالمطلق هذا امر خاطئ هذا متفقين عليه. مو بالضروره يكون كل اعلامي تابع لجهه اليمين او جهه اليسار. الاعلاميين اليوم اللي ما منتمين اللي عندهم خطاب خلينا نقول مهني وسطي معتدل هم بمساحه بيضاء دول وين من هذه المعادلة؟ وش قد تضرروا؟ وش قد انحسبوا ربما على جماعات هم بعيدين تماما عنها؟ أنا باعتقادي أنه هذه الشريحة لا تتضرر ولا يمكن أن تتضرر بالتالي يعني هي غير مستهدفة. الإعلامي المنتمي والتابع هو المستهدف وهو الذي يتضرر باستمرار لأنه ينقل خطاب ليس خطابه وينقل أيديولوجيا غير مؤمن بها. لكن اليوم الكل ويوظف متهم ذاته الكل متهم حتى اللي ما تابع الجهة ومتهم خلص أنت يحكم عليك من قبل خطابك صحيح بس أنت مين اليوم يحكم عليك من قبل انتمائك كنت كان رأيك يشبه رأيه أهلا بك كان لا رأيك بعيد فأنت صرت مستقل أي هو العقدة وين إحنا نرجع ونتحدث عن أنا أتفق نسبيا مع ما ذهب إلى زميلي أستاذ هادي جلو لكن لا أتفق على أنه العراق بعد 2003 لم يشهد إلى الآن ملامح الدولة لا الدولة حاضرة لكن تشهد صراع بين جناح اللا دولة والدولة لكن جناح اللا دولة يعني لا عنده ميليشيات ولا لا عنده يعني نفوذ عقائدي وهذا النفوذ العقائدي هو الذي يحمي سلاحه ويعطي حصانة لسلاحه يعني ما أعتقد تتفقين ربما يعني لا والله متأكد أنك ستتفقين معي إذا أقول أن نصف السلاح الذي تمتلكه الفصائل السياسية هو مغلف بالدين لأنه لا يمكن أن يوجد هذا السلاح لولا يكون سلاح ديني يعني. قوة هذا السلاح أنه يحمل عقيدة وولاء بالنهاية ونعم والولاء. قضية المطامع الخارجية ودخولها على الخط هذه جدا طبيعية ست ختام. كل بلد هو يتعرض إلى مطامع خارجية. أمريكا الآن تعاني من المطامع الخارجية بعظمتها بقوتها بجبروتها. روسيا لديها مطامع في أمريكا، الصين لديها مطامع في أمريكا، تجين على العراق تريدي خالي من المطامع الأمريكية والسعودية والإيرانية شنها شحت شيء شاذ. لا يبقى خاضع للمطامع. لكن وين الشغل هنا؟ هنا الشغل يم أبو الدولة يم أبو الخضراء اللي قاعد بالخضراء هو بإمكانه أما يكون صاحب نظرية وقيمة ومشروع لاحتواء هذه المطامع أو الخضوع لمطامع على حساب مطامع أخرى. بعد 2003 المؤسسة الحاكمة مؤسسة اللي هي مؤسسات الدولة من تتوزع عبر المحاصصة
إلى أحزاب، هي الأحزاب هي يعني تترجم المطامع التي تمولها وتنعشها في العراق. فاشتردي من الوزير يحمل أي مطامع، يحمل مطامع الدولة العراقية مثلا، لو يحمل ملامح الدولة العراقية، أبدا ما يحمل ملامح الدولة. لذلك نعيش هذا الصراع الداخلي بين قوة سياسية عقلانية اللي إحنا نؤمن بأنها يجب أن تمكن، يجب أن تدعم، بدون ذكر أسماء، موجودة في القوة عندنا في الجانب الشيعي والسني، ولا أعتذر عن هذا التصنيف لأنه تصنيف واقعي. نحن مجتمع غير منقسم لكن متنوع، والتنوع قوة في العراق. يعني نحن عندنا شيعة وسنة وكرد، وعندنا أقليات أخرى، فبالتالي القوة الشيعية لديها جانب من جانب عقلائي يؤمن بخيار الدولة، وكذلك القوة السنية أيضا لديها علينا أن ندعمهم، علينا أن نكيف وجودنا من خلال قوتهم. يفهم أنه دعم هؤلاء، دعم هؤلاء سواء كانوا أشخاص مستاذ هادي أو أحزاب، يفهم على أنه هو عمل مؤدلج، وهو عمل يستهدف تلك الجماعة. يابا أنا خياري أن أذهب إلى الدولة، أن أشكل الدولة، وأنا أعتقد أن وسائل تشكيل الدولة وحماية الدولة بتقوية هؤلاء. فمن أدعم خيار هذا الطرف السياسي اللي أنا أعتقد بأنه قادر على تكريس. طيب هذا شلون يترجم بطريقة صحية سليمة؟ هسه أنا اليوم أريد أتبع فلان، أتبع فلان آخر، هذه حرية شخصية، ما حد يتدخل بقناعات الشخص الآخر، احنا مؤمنين بهذا، لكن أن أصدر قناعاتي بالقوة، وإذا ما كنت تشبهني بانتمائي أو آرائي فأنت عميل ومستبعد. التناقض هنا وطني. هو هنا التناقض، شلون أنا أترجم بطريقة صحية؟ هو هنا التناقض. أحيانا إذا أنت الآن تفكرين بضرورة أن تحدثين آلياتك في دعم خيارات ثورة تشرين، تصنفين من المعسكر الناقم من هذه الثورة وأهداف الثورة بأنك ممولة من السفارة الأمريكية بوضوح. زين. بوضوح، يعني اليوم الإعلاميين ومدونين وصحفيين جميعنا كل من دعم وشارك في ساحة التحرير التقطت له صورة في الساحة، والطرف الإلكتروني المشجع للقناعات الإيرانية، خلنا نتحدث بوضوح، في لك الله ما أدري السفارة وين مكانه سيد هادي، هو هذا لا لا هو التناقض وين ست ختام، لا لا التناقض وين ست ختام، التناقض وين أنه هو يأخذ ماله من السفارة الإيرانية مدعوم من أحزاب تابعة للرغبة الإيرانية، يحمل سلاح ممول من السلطة الإيرانية، ويطعن بشرعية شباب خرجوا في ساحة التحرير ويتهمهم بأنهم عملاء للسفارة الأمريكية. أنت خلصني من عمالتك أولا، طهر ثوبك من العمالة حتى تكون وطني. لا راح يقول إيران صديقتي. يا أخي الجانب الآخر هو لا داعم أمريكا ولا رافع شعار أمريكا، فكيف وصفته بالعميل؟ لأن هو يطالب بدولة عادلة مدنية ديمقراطية، ومن قال لك أن العدالة والديمقراطية والمدنية هي أهداف أمريكية؟ ليش سماحة السيد السيستاني الله يحفظه إن شاء الله ويطول بعمره، أول من دعا وطالب بأن تكون الدولة في العراق بعد 2003 ديمقراطية تعددية لكل العراقيين، وهذا ما دونه الأستاذ حامد الخفاف في كتاب الرسائل الواضحة، وباستفتاء علني سؤال السيد السيستاني ماذا تريدون، يعني ماذا يخطر في بالكم من مضمون وشكل للدولة، هل تفكرون بقيام الدولة الإسلامية بعد 2003؟ قال لا، لا نفكر لا الآن، لا ليس وارد في حسابه لا الآن ولا بعد الآن بأن يكون العراق دولة إسلامية. هذا والعراق للجميع. هل السيد السيستاني عميل للسفارة الأمريكية؟ هل السيد السيستاني حينما يدعم خيارات الساحات في العراق ويطالب بأن يسمع هذا الصوت وأنها تأخرت طويلا؟ ترى كلام المرجعية دقيق ست ختام، المرجعية من تتحدث بكل مفردة لها دلالات عند الفضلاء في الحوزة، وأنا درست فترة من الفترات في النجف حقيقة وعايشت هذه يعني عايشت ظروف هذه المؤسسة الدينية. حامد هذا يجرنا لموضوع، احنا اليوم بلد يحكمنا الدين أم تحكمنا أبدا. قوة سياسية تدعي الدين وتتغطى بغطاء الدين، لا يحكمنا أم احنا دين؟ دولة مدنية مولدة يصير يعني بكل عرف غير مقبول إذا من ناحية الدين فالمؤمن من سلم الناس من يده ولسانه، إذا دولة مدنية فالإنسانية قبل كل شيء، احنا محكومين بالسلاح السلاح السلاح وعلينا أن نفرز
بين السلاح الذي حمانا وحمى العراق من داعش، وهو سلاح استجاب لنداء الوطن وقاتل وناضل وكافح من أجل أن يكون العراق خالي من الإرهاب، وبين السلاح الذي يستثمر لردع أصحاب الإرادة الحرة ولردع أي صوت يحاول أن يجد خياراته في إبعاد الدولة، إبعاد الدولة عن الاستحواذ والهيمنة الخارجية. طيب سيد هادي، اليوم مو فقط الحروب الإلكترونية فقط على مواقع التواصل، اليوم وصلت لحد تليفوناتنا الخاصة، ربما نعاتب من؟ يعني بعض الرسائل تصل لكثير من الأشخاص، مو شرط يكون صحفي، ممكن يكون فنان، شخصية عامة، شخصية سياسية، باحث اجتماعي، بكل الاتجاهات أينما كان يعمل، برقم صريح وواضح، ربما حتى باسم وصورة. اليوم احنا نعاتب من؟ شركات الاتصال، وزارة الاتصالات، أمن وطني؟ تقصدين التهديدات ولا التهديدات اللي تصل اليوم على أجهزة التليفون؟ نعم، وحتى بمواقع التواصل، يمكن بصفحات إلكترونية أحيانا تكون من غير مسمى، بأسماء وهمية أو صور مفبركة. هذه شلون نجد لها حل؟ أعتقد حاليا أيضا لا حل في هذه المرحلة بصراحة. في فترة من الفترات أتذكر في إحدى المرات خطفت صحفية، خطفت صحفية، فأنا بشكل عفوي تصريح لإحدى الإذاعات، لإحدى الوكالات، وجاني عتب من مكتب رئيس الوزراء وقتها في إحدى المرات، أعتقد وكالة اسمها المعلومة. فقالوا لي يعني هاي الصحفية اليوم انخطفت، شنو وضعها شنو؟ قلت لهم يعني، قالوا من برأيك الجهة اللي خطفت؟ قلت لهم أنا ما أعرف الجهة اللي خطفت الصحفية، بس أعرف أنه الجهة اللي خطفت الصحفية هي أقوى من الحكومة. أي. حليتها. أي. فأنتم يعني لا تضغطون على الحكومة، يعني الحكومة خل تدخل كوسيط، مو تدخل كطرف يفرض القانون ويفرض إرادة القانون. دولة تدخل كوسيط لإفراج عن هذه المختطفة؟ بالمناسبة في دول عديدة من العالم وحتى اللحظة في دول عديدة، وممكن تتفاجئين إذا أقول لك يمكن حتى في أمريكا وفي بلدان العالم، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية، قطر قبل فترة دخلت كوسيط بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان من أجل الإفراج عن معتقلين لحكومة يعني أشرف غني. يعني إحنا نسلم بهذه الفكرة، إحنا اليوم بهذا الوضع حاليا نحن بهذا الوضع. يعني والسبب كيف الحل سيد هادي؟ الحل هو أن ننتظر لوقت آخر. ليش؟ لأنه العراق مثل ما قلت لك مصر على كلامي، هو طبعا هو حامد حتى من هو معترض، بس هو أعطى توصيف وأنا مصر على كلمة دولة مؤجلة، هو حامد نفس الوصف الثاني، لأنه لا دولة والدولة احنا ما مختلفين بالفكرة، أنه الآن الحكم اللي نريده وطريقة إدارة الدولة اللي نريدها حتى اللحظة لن نصل لها، صح؟ وبالتالي احنا كدولة قانون ودولة مؤسسات بالمعنى الذي نتمناه أنت وأنا والأستاذ حامد لم نصل إلى هذه الأمنية أو هذا الشكل الذي نتمناه. طيب الدولة اليوم موضوعية. ما تقدر أن تلاحق هذه الصفحات الموجودة اليوم بالآلاف تقدر. أو الأرقام الصريحة اللي تتصل وتبعث بمسجات تهديد ووعيد؟ ممكن أضرب لك مثل، إحنا عندنا ما يقرب من 500 صحفي استشهدوا من 2003 حتى اللحظة. لا أستطيع أن أجزم بأن هنالك عدد طيب من القضايا التي تعلقت باغتيال الصحفيين والصحفيات تم حسمها من قبل وزارة الداخلية والاستخبارات أو الأمن الوطني أو أي وزارة أخرى في الدولة. مش الصحفي غير مهم مثلاً؟ لا، مو الموضوع ينسحب حتى على المواطن. أخذ الناس اللي انقتلت في التظاهرات، الصحفيين الذين قتلوا في التظاهرات. يعني ممكن أنت تقولين إحنا في استخداماتنا مثلاً بالموضوع الحريات، لما مثلاً نقول قتل صحفي في العراق، ممكن واحد يراسلك يهددك يقول لك أنت شلون تقولين قتل؟ يقول استشهد، يعني لأنه محسوب مثلا على جهة أو ما يفهم من طريقة تعاملك مع المصطلحات والمسميات. يابا قتل مصطلح عالم، أسأل حتى بالدين من نقول الحسين الذي قتل مظلوما أوقع مما لما أقول الحسين ومن يقتل في سبيل الله. من يقتل، الله ما قال من يستشهد في سبيل الله، مو قال والذين فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابه. هذا موضوع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما 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 القرآن الكريم ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون هؤلاء الشهداء. طيب فالفكرة الأساسية في الموضوع أننا حتى اللحظة لم نصل إلى مرحلة، مع وجود النوايا الطيبة، أنا متأكد لدى كثير من المسؤولين في الدولة العراقية ناس طيبين، لكن يصلون إلى مرحلة يكونون عاجزين. يعجز ليش؟ لأنه حتى اللحظة
ما زلنا شلون لما واحد يطلعوه من حق الالغام او يطلع من حاله اختطاف صار الاسبوع مخطوف على جهه معينه هسه مو شرط بالعراق حتى لو بكولومبيا هو يبقى قلق يتلفت وراه ممكن الخاطفين ما عايفي بعدهم فما ما يبتكر اسلوب عمل او حياه جديد او يرجع على وضعه الطبيعي في الحياه اللي كان يمارسها قبل الخطف شوفي يتلفت خائفا يترقب مثل ما يقولون مثل موسى عليه السلام ليش لانه ما زال خائف حتى اللحظه حتى وان غادرنا خلال هذه الفتره غادرنا اساليب وسلوكيات سابقه ارتبطت بالعراق منذ 2003 وحتى وقت قريب حتى اللحظه للمسؤولين وللمواطنين يريدون ان يغادروا لانهم غير قادرين على تلمس المستقبل بشكل واضح ليش لانه ماكو ضمانات حقيقيه للمستقبل انه يا ترى المرحله اللي قطعناها هل هي كافيه لاضمن ان المستقبل هو مستقبل مضمون وانني عندما ساتصرف لن تاتي قوه ما او دوله ما او جهه ما وتقول لي لا توقف مو بعدك ما وصلت انت لا احنا عندنا حسابات وعندنا حسابات ختاميه وعندنا تصفيه حسابات وبعدنا ما وصلنا لمرحله التصفيه حتى اللحظه العراق غير متفق على شكله ومستقبله لا من قبل الدول الإقليمية والعربية ولا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وبانتظار ما الذي سيحدث في المستقبل القريب الطريقة التي عليها الآن تطورات الأحداث في العراق قد تشي بأشياء مختلفة في الفترة المقبلة ما الذي يجري الآن في العراق هذا التغير في الحكومة هل هو نتاج التظاهرات الحديث يطول عن هذه المواضيع الحديث طويل ولذلك ستستمر الحرب انتهى على أمل أن نأخذ هدنة ولو لوقت بسيط سيد هادي جلو مرأي شكرا جزيلا شكرا اليوم شفناك بعد غياب لما ملتقين صار فترة أي والله. شرفتنا وشكرا لكل ما تفضلت بي من معلومات سلمي. شكرا أيضا لسيد حامد السيد حياك الله شرفتنا ونورتنا شكرا. فقط جرب أن تتجرد من كل أثواب انتمائك لغير الوطن وانظر للشخص اللي تهاجمه إنه هو أخوك بالدين والإنسانية وشريكك بالوطن ويطمح أن يعيش حياة حرة وكريمة يعني مو بالضرورة يكون الشخص تابع لجهة معينة يا أخي مو الكل يؤمن بمبدأ المؤامرة ولا بالثمن المدفوع والجزم والإجماع أمر جدا خاطئ بعدين مع عدد الثوابت ممكن يكون الحق مجرد وجهة نظر فجر نفس وانظر بعين ضميرك المجرد من أي برمجة اجتماعية وفكر جمعي وذكر إن الله يرى وكل ساق سيسقى بما سقى يا ناس الكلمة رصاصة ما تعرف برأس من راح تستقر فاعرف لمن توجه مع ألف سلام.